ومستمرين في متابعة الوضع في مصر، ليس سياسيا وإنما مناخيا. معنا على التليفون أستاذ أحمد حسين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. يعني الأول عايزين نفهم بس الحالة اللي احنا فيها دي، الطقس السيء ده إيه أسبابه؟ أسبابه إن في انخفاضات ماشية على البحر قبل المتوسط، انخفاضات سيارة بتبدأ من غرب البحر الأبيض من ناحية جبل طارق وتتحرك بطول البحر. لما بتيجي عند جزيرة قبرص الظروف بيبقى فيه ظروف تانية مواتية لها، بتنتظر هناك أكثر من 3 أيام زي الموجة اللي احنا شفناها. منخفض جوي معناه إن هو يعني كتلة هوائية ساحبة لكتلات أخرى من جنوب ووسط وشمال أوروبا بتسبب برودة شديدة جدا في الطقس. المنخفض ده ما زال موجود في جزيرة قبرص وهيبدأ يتحرك بكرة في اتجاه الشرق. يعني بكرة هيكون في تحسن حتى لو تدريجي يا أستاذ أحمد في درجات الحرارة؟ هيبدأ من بكرة بعد الظهرية كده التحسن التدريجي اللي احنا متوقعينه إن شاء الله، وهيبدأ الناس يشعروا بزيادة فترة سطوع الشمس، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. هو احنا درجة الحرارة كام يا فندم؟ النهاردة سجلت 8 على القاهرة. ما كملتش التسعة، يعني كانت ماشية في اتجاه التسعة لكن ما وصلتلهاش، فسجلت 8 العظمى، أعلى درجة حرارة سجلت في القاهرة النهاردة كانت 8، السواحل كلها كانت أقل من كده في حدود 7، سانت كاترين سجلت 2، المناطق الجنوبية في مصر سجلت من فوق العشرة أو الاتناشر، لكن المنطقة كلها كانت تحت معدلاتها، القيم تتراوح بين 7 و8 درجات. طيب ليه يا استاذ احمد احنا حاسين ببروده شديده؟ يعني اقول لحضرتك درجه حراره منخفضه دي بتبقى موجوده في دول كتيره وموجوده في اوروبا، لكن الواحد ما بيحسش بالبرد، يعني بيكسر العظم، بيدخل العظم بالشكل ده، ايه السبب؟ سرعه الرياح شديده جدا. الهواء مش مجرد ان هو بارد، لا، الهواء بيتحرك بسرعات كبيره جدا بتتعدى الى 20 و25 عقده. ده معناها ان هو بيسبب بروده اضافيه، وبيضيف كمان بروده على البروده اللي موجوده. هل بالفعل الموجه دي مصر ما شافتهاش من اكتر من 100 سنه يا استاذ احمد؟ لا لا لا، كلام مش مظبوط. كلام مش مظبوط، مش دقيق. لا لا يعني. لا مش دقيق طبعا. طيب يعني الموجه دي تعرضنا ليها قبل كده امتى؟ البلاد، وهل دي ولا دي اكبر موجه؟ لا 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 لا، دي موجه بارده صحيح شديده جدا، خصوصا انها جايه في البدايه. ما هياش جايه مع يعني لكل معلومات حياتك، الشتاء الحقيقي او الشتاء الجغرافي الفلكي لسه ما بداش. لا والله، امال اللي احنا فيه ده ايه؟ امال هيبدا امتى ان شاء الله؟ يعني ده اللي مخلى الناس تشعر بزياده شويه. الجو كان دافي جدا في الايام اللي فاتت، الناس كلها كانت بتقول فين الشتاء اتاخر. لما جت اول موجه بالعنف ده الناس يعني خدت شويه. ثواني يا استاذ احمد، حضرتك بتقول لي اول موجه، في موجات ثانيه جايه؟ طبعا احنا منتظرين واحده ثانيه، ما المنخفضات دي بتمشي ورا بعضها، بينقل واحده واحده من 3 لـ4 ايام. يعني الثانيه دي جايه امتى؟ يوم الاربعاء برضه متوقعينها، احنا شايفينها قدامنا دلوقتي لكن ما وصلتش لسه درجه القوه بتاعتها. فهندي ان شاء الله معلوميه للناس يوم الاثنين بالوضع اللي هيحصل. يعني هتبقى زي دي بتاعت يوم الاربعاء اللي جاي؟ المؤشرات اللي عندنا بتقول انها مش هتبقى بالضخامه دي او بالقوه دي، لكن احنا بنتابعها، احنا تنبؤاتنا بتبقى سليمه جدا على مدى 72 ساعه. يعني الحالة دي احنا نبهنا لها يوم الحد ويوم الاثنين، نبهنا بان الموجة دي جاية، برضو يوم الاثنين هنطلع بيان بالنسبة للموجة اللي جاية دي هيكون شكلها ايه. طيب نبهتوا وحذرتوا مين؟ يعني عايزين نتكلم برضو على الاجهزة المعنية، المحافظات، الداخلية. جهة في الدولة احنا ما تعملش معاها، بتعمل مع كل الجهات، الدفاع المدني والناس متعاونين جدا معانا، المواني، المطارات، الجهاز بتاع الصرف الصحي، كل الجهات بتاخد المعلومات دي وبيحصل لها الانذار بتاع الارصاد الجويه. شايفين التعاون ده يعني ادى ثماره استاذ احمد؟ خلي بال حضرتك انك انت بتتعاملي مع الطبيعه. لما نيجي نتعامل مع الطبيعه لازم نكون فاهمين قدراتنا كويس. مهما كانت القدرات قويه بس انت بتتعاملي مع قوه قاهره. مش ممكن ابدا انك انت تتعاملي مع قوه بالضخامه دي وتقدري تقولي انك انت هتجتازي الازمه من غير ما يكون في خسائر. طيب استاذ احمد انا عايز اعرف الوضع برضو من حضرتك بالنسبه للمواني، السيول، اغلاق الطرق. ما كل المواني اللي هي على البحر الابيض تقريبا مغلقه. مواني البحر الاحمر بتفتح بحسب الظروف، يعني سلطه الميناء بتقدر الظروف بتاعت المداخل بتاعت الميناء وبتفتح على حسب الحاله اللي هي شايفاها قدامها، بتاخد المعلومات اول باول وبتقرر هي. على ما اعتقد النهارده كان في مواني، 7 مواني شغاله في البحر الاحمر، وكانت شرم الشيخ بتفتح وبتقفل على حسب الظروف. كانت نويبع، كان في سيول في نويبع،
يعني سيناء النوبة اتعرضت لبعض السيول، السيول دي ما زالت محتملة بكرة كمان، لأن سيناء كلها بكرة ما زالت تحت الجو اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. يعني في توقعات بسيول تانية جاية يا أستاذ أحمد، وهل هتكون شديدة يعني؟ أصل كان في سيول قبل كده هدمت مباني. كل سيول، كل منطقة البحر الأحمر وصحراء سيناء ما زالت تحت وطأة المنخفض. التحسن هيبقى الوجه البحري والدلتا والصعيد بتاع مصر هيبدأ من بكرة. أيوة. لكن المنطقة الشرقية عندنا ما زالت متعرضة للخطر. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد حسين رئيس هيئة الأرصاد الجوية على وجود حضرتك معانا.